السلام عليكم. ان شاء الله بهذا الفيديو راح نبلش شرح كيف تعمل ملف دي اكس اف فايل. طبعا ملف دي اكس اف فايل راح تسوي شيء دي اكس اف ببساطه. تلاحظون امتداد الملف اللي احنا حافظينه اسمه دي دبليو جي. عشان اوديه على السيف لازم يكون دي اكس اف فايل. يعني هذا بتعمل سيف از تمام وتعمله ايش دي اكس اف فايل. انا هون ما استفدتش شيء. ايش لازم انا هذا المخطط اعمل عليه بعض التعديلات. ايش بعض التعديلات؟ اول شيء بحكي لك صفحة ثانية، دائما صفحة جديدة. خليني بس احمل. تمام، دائما بتنسخ كل طابق لحال، كل طابق بصفحة راح تحطه. اساسا احنا بدنا نشتغل على طابق واحد ونصممه نحطه بصفحة والباقي بعدين نروح بنسخه ب اجي هون حطه. خلص المخطط الاصلي بدي اشيله. طب هسه احنا بدنا ننظفه وديه على السيف والايتابس. شو بدي اعمل؟ عندي عدة ملاحظات ترفع. شو بدك تشيل التأشير؟ بدنا نشيل التأشير هذا الخارجي. شيله بدنا نشيله. طبعا احنا ما شلنا الحيط فعليا، بس هو اصلا هذا حيط بلوك انا ناسي اشيله من خلال التنظيف لما كنت انظف المرة الماضية. تمام، عندي زي هيك هذا كله. انت لما بدك تودي الاشي على الايتابس او السيف انت بدك تشيل التهشير زي ما حكينا. هذا تهشير شيله، هذا تهشير شيله. انت تقدر تعمل ايزوليت هيك. احنا ما شلنا اول مره لغايه معينه اللي هي بس عشان ننظف الميت. تمام شلت. بدي تعرف سيف والايتابس شو بفهموا، شو بفهموا. عمل تكست، هاي تكست. خليني اسلي يحمل بطول. تمام يا رب. والله ما يعلق يا رب. تكست. هسا اجي احكي لك انه السيف بفهم كالتالي. بفهم عمود انه ريكتانجل، كولوم كانه ريكتانجل، أو بولي لاين. تمام هيك بفهمه سيف. سلاب نفس الإشي، بس عندي السلاب هون مش مربعة مستطيلة. تلاحظ إنه فيها هون يعني فيها كسرة. إيش بعمل؟ بولي لاين. تمام البيم بقول لك بعتبره لاين. إذا حطيته بولي لاين ما راح يفهمه. أنت رحت رسمت خط بولي لاين هيك عادي على السيف تلاقيه مش موجود، تلاقيه مخفي. عشانك البيم بترسمه لاين. الفويدز اللي هي المناور المصعد تعملها لاين او ريكتانجل او ريكتانجل. وول، الوول بتحكي من سنتر الوول تحط ايش؟ لاين. لاين مش بولي لاين. لاين يعني كيف يعني؟ هذا الحيط، هذا الحيط لو بدك تعمل له مسافة قياس 0.3، أنا بروح بمسك نصه، نص الحيط، شايف هاي المثلث، يعني ميد بوينت، وبمد خط لاين، تمام؟ على سنتر الحيط، على سنتر الحيط زي هيك لحد ما يخلص، وين سنتره من هاي الجهة؟ بحط سنتره، هسه بقول لكم كيف نرسمه، تمام؟ لما توديه على السيف، تعمل رسم على هذاك الخط حيط، يسكر معك، يعني بفهمه. فهموا زي أهم شيء هاي الملاحظات اللي أنت بدك تلتزم فيها. إنه أنت لما تعمل هذا الإشي هذا، ثاني شيء لما بدك تعمله بدك تعمله بلاير مخصصة، تقدر إنك ما تعمله بلاير مخصصة. أنت عشان الترتيب، بتقدر تكتب هون طبقة اسمها سيف، تمام؟ سيف لحالها، كل إشي على هاي الطبقة تنقله على السيف. أنت عشان الترتيب، عشان لما تنقل على السيف إن شاء الله بالفيديو الجاي، شوف شو بده يصير معك. وبهذا الفيديو إن شاء الله يكون. سيف سلاب. يعني خلي السلاب طبقة، خلي البيم الطبقة. أنت ناوي تحط بيم، خلي كولوم الطبقة، خلي الوول طبقة، خلي الفويد طبقة. روح تلونها ألوان مختلفة عشان تميز. مثلا السلاب أحمر، البيم مثلا زهري، الكولوم مثلا ماجنتا،
الوول مثلا أزرق والفويت مثلا أخضر. أنا هيك حبيت أعملهم. تمام، هيك أنا عملت طبقات. بس في كمان شغلة، أول شيء هذا نشيله اللي رحت منها، تهشير العمود أنا برضو ما شلته فبدنا نشيله. بس لاحظ شلته، دقيقة، روح العمود من جوا. لو تيجي على هذا العمود شيله، العمود معك كامل، إن هو عامل التهشير، عامل التهشير والهاي مع بعض. فأنا إيش بعمل؟ خلني أعمل تبلود، فبالتالي هسه التهشير ايش بعمل؟ يعني انا كان العمود هاي الخط، شايف الخط والتهشير كانوا معمولين بلوك مع بعض، انا عملت لهم تفجير ومسحت التهشير. فاس بكبس على هذا التهشير، بعمل سيلكت سيميلر وبمسحهم كلهم. انا هيك مسحت تهشيرات المبنى كامل. هسه شو بعمل؟ نعرف كل طبقة، احنا حكينا لحال يعني العمود بطبقة لحال. تتركز معي، العمود لازم يكون ريكتانجل. اذا بتلاحظ انه هو هون عباره عن لاين، عباره عن لاين. كيف اعرف؟ تعمل طبقه الهاي ايزوليت، تمام، هاي كل الاعمده عندي. جرب تعمل ظللهم، تكبس كبس يمين بروبرتيز، بتلاحظ انه هم عباره عن لاينز. لو تبدا مع السيف كانهم مرسومين. شو بتعمل؟ انت عندك حلين. الحل الاول تروح على طبقه السيف لون هاي اللي بلون الماجنتا، طبعا بنشغلها، تمام، وبروح بعمل ريكتانجل او بولي لاين، وبرسم ريكتانجل فوق كل عمود زي هيك، ريكتانجل فوق كل عمود او بولي لاين. بولي لاين مش لاين، بعلمه زي هيك الاسهل لك، اكيد الاسهل ريكتانجل. تقدر تعمل زي هيك. حل ثاني، الحل الثاني شو هو؟ خلينا نرجع للاشياء اللي عملناها. الحل الثاني انه انت اصلا شايف هذول الاربع مربعات، أربع خطوط، لو أنت ظللتهم زي هيك وعملت كبسة join صار كأنهم مستطيل. فهذا لو بدك تعمل عليه properties طلع كأنه بولي لاين، وهيك السيف راح يفهمه. من هيك في عندك الحل الوحيد أو الحل الأسهل، إنك تظللهم كلهم تعمل join. شو صار؟ صار كل واحد فيهم بولي لاين. وعشان تتأكد تظللهم كلهم properties طلع كلهم all، بديش هيك كأن ظلل الأشياء المخفية كمان. كل هذول بس بروبرتيز، لاحظ انه كلهم بولي لاين، اموري تمام. بس هذول كلياتهم على طبقة مش الكولوم. هسه انت عندك حلين برضه، يا يعني انه انت بتعمل فوق واحد ريكتانجل، وهذا الشيء لو عندك 100 عمود راح تتغلب، تقدر انك تظللهم كلهم زي هيك، تحولهم تكبس ايش؟ سيف كولوم. انت حولت كل الاعمدة لطبقة سيف كولوم، والطبقة اللي كانت بالاصل هاي سيف او اس كولومز اختفت، بطلوا فيها. يعني هسه لو بدك تعمل هاي ازوليت بس هذا ولكنها موجوده، ولكنها موجوده ليش؟ ان كل العناصر اللي على هاي الطبقه حولتهم لطبقه سيف كولوم. انا شو عملت؟ قلت لكم غير معينه عشان الترتيب، رجع اعمل ان ايزوليت. بدنا نعمل نيجي هسه مثلا للسلاب، هذا السلاب بدي اعمله ايش؟ بدي اعمله بري لاين. روح على طبق اول شيء لما ترسم على ايش؟ طبقة السلاب هذه بالأحمر بولي لاين، وبتروح ترسم حدود السلاب. حدود السلاب إذا لاحظنا هذيك المرة حكينا إنها هي من هون، وبتشتغل من المعماري، بس هذا المعماري كان مرتب، ورسم لك كيف حدود السلاب هتكون. ترسم بولي لاين، بقى ترسم لاين، تتغلب كثير، يعني هي عادي بزبط بس تتغلب كثير. تمام، حتى حدود السلاب خليني أمسح وأعمل لهاي امسح هون للاسف. حدود السلاب اقلب اعمل له ترم، ترم تمام، مسحته. حدود السلاب عادي بتكون سنتر الوول او داخل او على الحد الداخلي من الوول، يفضل من سنتر الوول. فبالتالي انا ما راح ارسم السلاب كامله بولي لاين، ما راح ارسم للاخر، لا راح ارسم لنص الوول، تقدر من الحد الداخلي وبتقدر من الخارجي، بس الأفضل من السنتر. فبتمشي على سنتر الوول وتروح شو بتعمل؟ بتيجي للسنتر، هون مش عارف كم السنتر، فشو بعمل؟ أنا بمد بعمل هون من هون لهون بولي لاين مثلا عشان أعرف هون السنتر تبعه. هي بس كيف تيجي للنص من هون لهون عشان أعرف السنتر لهون عشان أعرف سنتر الوول وين عندي.
مثلا من هون لهون عشان ارسلته. هاي عشان اصلا حدود السلاب، يعني لو هي غير هيك بتصير اسهل علي يعني. هون عشان ارسلته مثلا هون للنهاية، للنهاية لهون، هي هون حق السلاب. راح تكون عندي النص، تجي بالنص. بس خلنا أكمل بولي لاين. طبعا لما أكمل بولي لاين بكمل معي الخط وكأنه واحد، يعني تطلع هذا بس بعملهم جوين، يعني صاروا كأنهم بولي لاين. خلنا نكمل لسنتر الوال. وين سنتر الوال؟ أنا فعل السناب، فهاي الوال نصها هون، خلص رسم للنص. شايف هي أساسيات فوكات فعل النص. بدي لنص ساي نص هاي لهون، ما رسم لنص غلط، النص ساي نصها. شايف القطعة نصها هون، عملت اكستند ووصلتهم ببعض. هسه بعمل نفس الشيء، بكمل بولي لاين وين نص اللي ظل هي لهون. بقدر ارسم لحد هذا الخط، ما مش مشكلة عادي. ها عادي، ها سنتر هاي ما تلاتة. أنا كانت الشاشة شوي صغيرة زي هيك، بعدين هاي آخر واحدة. مش لهون، هون احنا حكينا. تمام، هيك حدود السلاب صارت عندي، أمورها تمام. هاي وصل المدار هيك. شو بعمل؟ بعمل ايزوليت لهي الطبقة، لأن أنا كثير خربطت صراحة، إن شاء الله بكون الوضع أسهل. هاي حدود السلاب، خلينا نمسح الأشياء الزايدة، يعني كيف؟ يعني هاي، 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 هاي الشغلات الزيادة اللي أنا رسمتها. طبعاً أنت عندك أكثر من طريقة يعني اللي بيناسبك. هاي هذول هيك، شو بعمل؟ بعملهم جوين. أنا المفروض أرسمهم مع خط واحد، بس أنا خربطت كثير صراحة. انت عادي شوف، يعني شوف المناسب لك، يعني انت كيف تعمل حسب شطارتك. هيك انا هيك حد السلاب عندي كله ايش؟ لاحظ لاين واحد. خلصنا من ايش؟ السلاب. بالنسبة للوول، الوول بنفس الطريقة، سيف وول من سنتر ايش؟ من سنتر احنا حطيناه مع نفس السنتر، برسم لاين مش بولي لاين هون، سنتر هون، نت سنتر هون، نت سنتر هون، وين الوال عندي برضه هون، هون تكون ايش للاخر، لانه هون الحيط عندي بوقف. تمام، هيك رسمنا الوال الخارجي. الوال الداخلي بدي ايش؟ نصات، هاي النص عندي وهذا 20. تقدر تعمل اوفست بس زيادة بتحبك، يعني تعمل اوفست بس انت حسب شطارتك بالاوتوكاد. انت شاطر بالاوتوكاد بتقدر ترسم اسرع، مش شاطر كثير بالاوتوكاد عادي. ها انا قاعد برسم الوول الشير اللي كان مكان مهشر، برسم الخطوط انا بس.
فانا هسه لو ارسم خط زي هيك بس عشان اوصلها التفصيل. تخيل برضو من هاي الطريقة نفس الشيء هون بقدر اعمل لها اوفست يعني عادي. انا بقول لك لو تفتح على اليوتيوب تلاقي مليار طريق لهذا الاشي. انت ارسم اللي برايحك، ارسم اللي برايحك، المهم ارسم الرسمة اللي انا هسه قاعد برسم فيها. عادي ظل حيطان، لا ما ظل، اعمل ايزوليت كل الشغلات اللي انت كشيها. كيف انت كشيها؟ تخط الزيادة هذا، تخط الزيادة هذا، الخط الزيادة هذا، الزيادة هذا، الخط الزيادة هذا. أنا سمت إيش؟ الوول، ناتر الوول، ناتر الوول. فضل علي، فضل علي الدرج. طبعا هذا الدرج أظن له مرتبط لا بسلاب بيم ولا بشيء. شو بتعمل؟ تقدر تمسحه هسه هذا الدرج كاشية، تمام كاشية. هسه شو عندي؟ الفتحات، فتحات عندي إيش؟ سيف فويد، عمل ريكتانجل، اسهل شيء ريكتانجل. وين الفويد؟ هاي الاشاره الاكس، وحط لك عليها هاي الشحطه وهاي الشحطه. خصوصا هاي الفتحه، الفتحه فايته بالعمود، ممكن تصير عادي، عادي يكون العمود طالع لبرا او نصه طالع لبرا، بس ممكن تكون مش مناسبه. فشو بتعمل؟ تقدر انك تصغرها او تحركها هي كامله. يعني تحرك هاي، تحركها مثلا مور، بدك تحركها نص سنتي، تمام؟ بدك تنتبه، أنا حركتها نص سنتي في المخططات الطوابق الثانية، تحركها كمان نص سنتي. يعني عادي التحريك من ورا مش راح يأثر كثير على الحمام ولا راح يأثر على هيك، تمام؟ إحنا خلصنا، عملنا إياها كDXF فايل، الخطوط هاي بدنا نشيلها خلاص، أنا حكاية، المبادئ هاي، تقدر تشيل هسه الأشياء الخارجية اللي كانت بالأصل، تقدر تخليهم، عادي أنت وراحتك. فضل شغلات مثلا هذا الخط، الدرج كمان لازم انت تعمل له void، تعتبره void من بدء من اخر الدرج نهايته، ونهايته هون هذا هيك ولا لهون، لازم الدرج هون اكون متفق بس انه هيك حدود الدرج بتكون هيك. صار الملف عندي اسمه dxf، امسحه برش اصلا. شو ضل الشغلات هاي؟ كل الخطوات عندي، هذا الخط بدي اشيله، تمام. هيك انا عملت هذا الشيء، وهذا الشيء بكرره لبقيه الطوابق، بكرره لبقيه الطوابق. شو بنعمل؟ بنعمل له save as مثلا على نفس المجلد، بسيبه انا على اساس dxf مثلا 2010 فرقش عندي، سميه second. هسه ايش هذا الطابق؟ الطابق التسوية الثاني second placement، تمام؟ save. ايش انا سيفته؟ خلص هسه هذا جاهز، نروح على save. بيقول لي انت سيفت dxf، now save على dwg. حاردك سيفو سيفو وتكش سيفو هاي، عادي سيفو على DWG، سمي second placement ونفس المكان، عادي. شو نعمل؟ خلصنا احنا هيك، هاي يوتيوب، لاحظ انه هون ايش؟ second placement XF و WGG. شو بتعمل هسا؟ هسا تفوت على السيف، في شغلة كمان، دير بالك، اعمل مجلد جديد، سميه مثلا سيف DXF مثلا. تعمل لوحة الـ DXF حطها هون. بس بقول لك ليش؟ لأنه لما السيف تشتغل عليها بيطلع لك 100 ملف، فدائما أي ملف سيفي بتشتغل عليه بمجلد لحال. المشروع كل طابق مجلد لحال. يلا نفوت على السيف. يلا نفوت أنا للسيف. هذا السيف. هسا شو بنعمل؟ بنعمل كالعادة نيو موديل، تعلمناها في الفيديو السابق. ACI كود كذا، تعمل الوحدات تتأكد منهم دائما، متريك ديفولتس أو حسب أنت شو حابب تصمم على أي وحدات، بلانك. وعشان هاي المربعات الشبكة أعمل إشي اسمه هورسون، تمام. في شغلة أنا ما حكيتها بالDXF، إنه تنقله للصفر صفر صفر.
بس إذا أنت بتعمل إيتابس لازم تنقل كل الطوابق على صفر صفر صفر. إذا ناوي بس تصمم سلاب لحالة سقف واحد فيش داعي تنقله، بس خليه قريب من الصفر صفر. شفت لما أنا نقلته عملته قريب للصفر صفر صفر. هس شو بنعمل؟ عملنا نيو موديل. هسا بتعمل إمبورت DXF DWG Architecture Plan، بتعمل هاي دائما، بتعمل أوكي. بتروح وين؟ على اللي إحنا عملنا يوتيوب، أنا سوين سميت يوتيوب Save DXF هون. ايش الوحدات؟ الوحدات بالمتر اكيد، يعني انت شغال كنت شغال بالمتر، اي شيء ثاني تقربش عليه. اوكي هاي المخطط، شوف كيف اجى زي ما هو، زي ما هو وين على على السيف، زي ما جبته من الاوتوكاد اجاك. بس لاحظ طبعا اكيد هم مش راح يفهم هذا عمود، هذا ابصر ايش انت بدك تفهمه. بس لاحظ انه في شغلة انا طبقات انا كنت شايلهم، كنت حاطهم ومش ماسح شغلاتهم مثلا، ممكن كانت الرسمة افرض ما مسحتش اخر شيء عملته. بتيجي هون اوبشن، في هون اركيتكتشر بلان، شو بتعمل؟ بتعمل ديسليكت اول وبتختار الطبقات اللي احنا عملناهم. تمام هاي الطبقات تبعتي، اموري تمام. هسا ايش مثلا بدك ترسم السلاب، مثلا بدك ترسم السلاب، شو بتعمل؟ بتفوت على سيف سلاب اوكي. شو بتعمل؟ هاي السلاب طبعا يعني كمبدأ اد سيف اريا، رسمنا سلاب. طبعا الخصائص تبعتها احنا لسه ما جينا فيها، هذا بفيديو الجاي. مثلا بدك ترسم عمود، بتعمل سيف كولوم. شو بتعمل؟ هاي الكولوم في خيار درو كولوم، بتقدر ترسم كل الكولوم رسمة واحدة. في عندي مثلا هسا بدك ترسم الفويدز او وولز مثلا، الوالز عندي، في عندي خيار اسمه. طبعا هذا الشيء كله 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 راح نتعلم بالتفصيل، بس بقول لك انه كيف هسه لما انت تجيبه من الاوتوكاد اسهل من انك تجيبه من ال من السيف، او انه تعمله جريد وما جريد وسوي. يعني شوف ماشي احنا تغلبنا بالدي اكس اف شوي، بس شوف كيف الرسم هون، انا قاعد برسم حيطان مباشره، انا برسم حيطان قاعد بثواني. هاي مثلا مش ظابطة، عادي تقدر ترسمها يدوي. طبعا في اوامر سناب بال هذا بالسيف عادي زي الاوتوكاد. تمام شوف الحيط، شوف الحيط كيف عملوا زي كأنه زي ما كان الاوتوكاد، مش هيك انا رسمت من سنتر الوول. تمام شو ظل مثلا الفويس؟ طبعا لاحظ بيمات ما جبتش سيرتهم لاني انا لسه مش عارف شو ناوي اصمم، او انا مش حاطط ببالي هل تصمم فلات سلاب او اصمم فلات سلاب. شو بدي بالبيمات؟ هاي الفويدز، الفويدز وين الطبقات تبعتهم؟ في خياران اوبننج، هاي الفويدز ارتسموا والدرج كمان. تمام هيك انا المخطط. لو تيجي على 3D هذا انت المخطط عندك، بدك تعمل اكسترود عشان تشوفه. لاحظ هيك انا رسمت سلاب على حيط، هاي الحيط طبعا كله كله هذا التفصيل راح نحكيه، بس انا بس قاعد بوضح لك الفكرة كيف انا حطها. شوف السلاب بس الفكرة انه بدي اورجيك انه كيف احنا بنرسم على توكاد اسرع. هاي الاوبننج، الفتحات، هاي الاعمدة، وهاي كل شيء اموري تمام. هيك بكون الفيديو، عملنا ملف تي اكس اف سيفناه، ان شاء الله الفيديو الجاي راح نحكي كيف ليش اشتغل. يعطيكم الف عافيه.